راحت وشو بيضل غير الهم يا زلمة عمرك شفت شي باب عم يبكي بسيطة فاس بسيطة والله قطع كلمة والله قطع شو فيه زعلان على المجلس و شو ماله؟ بعيط والله بعيط والله هي شفته ببكي؟ ببكي يحرق حريش القال رجال ما تبكي بدي الاقيش عادي بتزبطي ما تخافي شو هذا نكد في نكد روحي ليش بنيجي؟ ليش بنيجي؟ والله ما بعرف ليش بنيجي على المدرسة عشان ننكد شوف مالك يا عزوني شو هذا خرا ليش عمي؟ يا سي انا انسيكي بتضبط الربع الثاني شو زبطت شو معك ربع معك ربع ثالث وربع معك فصل ثاني او الجامعه رح تطلع الربع الاول عادي انت بتقدر تبعتي له علامات صف 10 علامات صف 11 عادي بس ما ابنتي في الشغل فيش قرف فيش عادي يا دينا نحن ما عندنا بنات تتوثق بشهادتها ايش ايش؟ اسمع صحباتي حكوا لي اوكي؟ مش قصدي صحباتي حكوا لي مش قصدي بحكي لك ما هو اوكي لا لا قصدك Never mind I'll find someone like you يا زلمة شو السيرة انت وين تعرفت عليها اساسا؟ ايش يا بيك يا حسام؟ ايش شو والله زمان عليك سوري شوي شوي يا زلمة الصبية مش مشكلة مش ما كنتش هاي يزن شقت لك اسمع اصحابي عم يرنوا علي بس ما معي كارت ارجع لهم لعيونك كارت طماش وعليكي ما يغلاش يعني بدك تطلع لا لا ما بديش ليش خلص هيك بديش عندي 14 نوتيفيكيشن على فيسبوك بديش اطلع ايش بديش اطلع يا زلمة شو هالشغلة شو صاير لازم بدك تطلع عندك بصير كم نوتيفيكيشن على الفيسبوك وقت الله لا 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 مستهون بالستات يا اخويا دولا مانيا شو اسمها البنت شو ليلى 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 مش انا ليلى وين فيصل يا بيي طلع وين هي فوق يا شو طلع يا زلمه فيصل 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 فوق النخل فوق فوق يا با فوق النخل فوق شكرا حبيبتي شكرا يوم عيد ميلادي نسيت اسعد معك خمسة شيكل مرحبا مش مرحبا مرحبا اسعد معك خمسة شيكل لا والله معيش اسعد معك خمسة شيكل لا والله معيش ايش شو الوضع كيف الامتحان يعني مش كتير اسمع قربت تخلص الفرصه بدي اروح اشاكل معك خمس شيكل اسمع حل عن يي شوفوا شوفوا شو بتسوي؟ بدور على كتاب والله اخ يا زلمة هاي هالبروم جاي كمان هلا كم من يوم والله ما عارف شو بدي اسوي التست الاسبوع الجاي مش عارف اذا بننجح ما اخذتهاش انت؟ والله يوم الاربعاء التست يا ضعيف ليش انت معك رخصة؟ ايه يا كبير احلف and I swear by the moon